نروح رايحين من للدرون بتاعنا. للدرون والاطلاله الصباحيه اليوميه النهارده اللي احنا اعتدنا عليها صباح اون. النهارده هنطل كده مع حضراتكم على حي شعبي عريق جدا ومن الاحياء الجميله في مصر، حي باب الشعريه. افتكرت فيلم المتسول باب ايه؟ باب. حي جميل جدا وحلو الافيه ده على نفتكر. صباح الفل على اهلنا في حي باب الشعريه من الاحياء المصريه الجميله زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبعا ايه سر التسميه؟ ممكن بنعدي كل يوم هناك على حي باب الشعريه من غير ما نعرف هو ليه اتسمى باب الشعريه. حي باب الشعريه اتسمى نسبه لطائفه من طوائف البربر اللي يعني اللي موجودين في شمال افريقيا، في طائفه اسمها طائفه الشعريه، وباب الشعريه هو احد بابين كانوا بيمثلوا نهاوند السور الشمالي للقاهره. كان في باب وباب اخر اسمه باب الشعريه زي كده المدخل الشمالي للقاهره. طبعا هناك زي ما احنا عارفين برضو قرب من باب الشعريه في منطقه اثار شارع المعز، طبعا زي ما كل حضراتكم اكيد عارفين. في باب الشعرية كمان من أعلام باب الشعرية الموسيقار العظيم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من أهم الأسماء اللي هم ولدوا في هذا الحي من أبناء باب الشعرية. وعايز أقول لحضراتكم حاجة غريبة شوية، وإحنا بنتفرج على باب الشعرية في تمثال لمحمد عبد الوهاب في ميدان باب الشعرية. لما تعدي على التمثال ده أنا عايز بس حد من المسؤولين هناك في المحافظة أو أي حد كده يعني يبقى مسؤول عن التماثيل يروح يشوف تمثال عبد الوهاب. تمثال للأسف مشوه جدا. وده ربط بالكلام اللي انت ابتديتي بيه الحلقة، السلوك. تروح تشوفي تمثال باب الشعرية في منطقة كل التمثال نفسه من القعدة اللي تحت لغاية راس التمثال مكتوب عليه حاجات ومتشخبط، وعارفه انت الحاجات اللي احنا بنعملها. ما هي دي بقى النقطه. بص يا محمد، لما نيجي نقول لا مش معقول، وعلى زي اسود برضو كوبري قصر النيل الكلام مبدأ قبل كده. اصل يا جماعه النقطه كلها هترجع ليه؟ هل انت فعلا بتحب بلدك ولا لا؟ هل احنا فعلا بنحب بلدنا ولا لا؟ وانت بتحب بلدك اكيد مش هتبقى عايز تشوهها بهذا الشكل. وللاسف الموضوع ده يا محمد مش بس في التمثال، هنا بتتكلم في قصور اثريه. الحوش بتاعها بيبقى فيه ناس بتحط زي قصر السكاكيني لما عرضناه قبل كده، بيرموا زباله هناك. هل وصلنا لهذه الدرجه ان احنا ما عندناش اي تقدير ولا حب؟ وانا هقول ان هو حب لبلدنا ولتراثنا ولحضارتنا. شيء لازم نركز فيه شويه، لازم نرجع نفكر احنا ليه سلوكنا بقى عامل كده. طب تعالوا نقول للناس كده نهاوند شويه معلومات عن باب الشعريه. احنا قلنا ان هو احد بابين كانوا مدخل الجزء من السور الشمالي للقاهره. باب الشعريه فيها مجموعه كده من المناطق المهمه جدا، منطقه باب البحر، منطقه البنهاوي، باب النصر كمان، وفي المنطقه الملاصقه لباب الشعريه او اخرها بتوصلنا لشارع معز لدين الله الفاطمي. هو كمان بيأدي الطريق للظاهر والجماليه والمسجد.